أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحون طالب العلم باختصار المطولات مثل فتح الباري وشرح مسلم ونحوهما؟ شوله مطولات يخليها على ما هي عليه ويبدأ بالمختصرات، هو يبدأ بالمختصرات على قدر إدراكه ومعرفته شيئا فشيئا، أما أنه يبدأ بالمطولات ويختصر ويحذف هذا لا يجوز له، هذا من العبث بالكتب. نعم.